يلا بينا بقى يا معلم عشان نشوف شغلنا. استهدى بالله يا ابو ساميه، الله، مش لما الكلاب تتخمد وتنام ولا انت ناسي؟ اه صحيح، لا مؤاخذه يا معلم، حضرتك جاهز يا فرج؟ جاهز ومتصفره كمان يا عمو. لا رجاله، احنا ملناش في الدم، احنا هنشيل شغلتنا ونتوكل على الله. طب افرض الراجل العجوز قفشنا، هنعمل ايه بقى ان شاء الله يا عمهم؟ هنربطه في اي كرسي ونقفل بقه ونخلص شغلتنا، ويا دار ما دخل الشر انما دم. لا ونسيب دليل ورانا ليه؟ احنا اصلا مش ناويين شر، بس لو شافنا شافنا ما شفناش مطودك دي تخش جيبك وما تطلعش ابدا. بس يا معلم بقول لكم يا جماعه، البوليس لو جاله بلاغ بسرقه مش هيهتم، مش هيدور علينا، لكن لو جاله بلاغ بجريمه قتل هيجيبنا حتى لو كنا ببطن الحوت. طب يلا بقى عشان زمان الكلاب نامت. اعذرني يا فرج، معلش نط انت الاول. وليه فرج؟ مش انت كبير عودتنا دايما تبقى في المقدمه وتقص الشريط؟ معلش يا سنة، الليلادي حاسس بشد في العضلة الضم ويمكن يقلب معايا لرباط صليبي. يلا يا رجالة. اثبت مكانك انت وهو، تفضل طول عمرك واطي يا عبد وهلاس. مين؟ سلامة؟ سلامة. جايب رجالة وناويين على ايه يا عبد وهلاس؟ انت اللي ناوي على ايه؟ لو اتفلسعنا بالشغلانة وتلهفل وعدك عيب، ان الله يحب الناس كويسين مع بعض. اقصر الشر يا عبد وهلاس وخد الرجالة وامشي من هنا. لا مش ماشي من هنا لما اعرف ايه الحكاية. الله، ايه اللي جابك تاني هنا؟ اعمل معروف يا عبد وهلاس، الراجل لو صحي هنروح كلنا في 60 داهية. ما يصحى، هو احنا بنخاف. اقول له صباح الخير، احنا ما نتجلش وانت ولا ايه يا رجالة؟ يا روح ما بعدك روح. اسمعوني يا رجاله، الراجل لو صحي هنروح في داهيه، هنروح كلنا في 60 داهيه. طب ادينا حقنا الاول يا عمام. حقكم في ايه؟ انا ما خدتش حاجه، والله ما مديت ايدي على حاجه، والا كان الراجل طردني. يا جماعه انا قلت لكم انا خلاص نويت على الخير، سكتي غير سكتكم. ايه ده؟ مين دول يا سلام؟ دول احنا اصدقائه. اصدقائه؟ مجموعه صحابي. اصحابي يعني كلموني يسلموا علي، عدوا علي يسلموا علي. واصحابك يجوا يسلموا عليك دلوقتي؟ احنا متاخر قوي يا ابني. اصلهم كانوا يصلوا الفجر في الجامع من قريب من هنا يعني، وجم عدوا علي يعني. طيب شوف صحابك. الله اكبر الله اكبر. بس ده الفجر لسه بيد. ما انا قلت لسيادتك كانوا لسه رايحين يصلوا الفجر، اصل هم بيحبوا يروحوا بدري. يلا رجالة الحقوا صلاتكم، اتكلوا على الله. يلا حرما مقدما، يبقى دعي لنا ابو سامية. يلا رجالة. يلا يا برهان بيه نلحق الفجر. حاضر. يعني ما لقيتش حل تاني غير موضوع بيع الفيلا ده؟ للأسف مفيش. بس انت كده هتخسر فيها كتير قوي. طب اعمل ايه؟ محتاج سيوله باي شكل، مش لاقي حتى حد يشتريها. عشان كده فكرت وقلت يمكن عندك زبون يشتريها. زبون؟ هما فين الزباين؟ البلد حالتها واقفه، كل واحد معاه قرشين نايم عليهم. زهيره، انا مستعد ابيعها باي سعر، محتاج سيوله بشكل جنوني. وعلى يدك عرضت على برهام يخش معايا شريك ورفض. برهام؟ قعدنا سنين مستنيين موته عشان نورثه، عشان مشاكلنا تتحل. في الاخر ظهرت بنته وهنطلع من المولد بلا حمص. بنته ده انت كمان؟ انت مصدقه انها بنته؟ انا حاسس انها لا بنته ولا حتى تعرضها. طب ايه؟ هسيبه كده؟ ما تحاول تقنع حسام، يعني يحاول يقنعه يعمل موضوع تحليل الدي ان ايه ده. حسام؟ وحسام فاضلنا؟ عامل فيها عريس، ده بسلامته حتى ما بيردش على التليفون. اعذره برضه يا كامل،
ده لسه في شهر العسل. عسل ايه؟ دي مدوبه قبله ثلاثة. خد يا بيه العقله دي من ايدي. بص واشلف وادعيلي. خد الجميل يا قصر. خد بالك كنت بتبص القصر. في حاجات بتنزل بقى بتاع السجاده بتوسخها. ما تخافش يا بيه. ده حتى مص القصب عز ونزاهه. مص يا بابي مص، ده حلو قوي. الله يا ريت يا بنتي، كان نفسي امص معاكي. انما بقى مفيش اسنان. مالكش اسنان ايه بس يا بيه؟ شوف خد. خد الزعزوعه دي من ايدي، طريه دي الحلوه. زعزوعه فيلا برهام مص فيها القصب. معلش بقى يا بيه ما تحبكهاش. الست نور هي اللي طلبت القصب. واحنا ما نقدرش نرفض لها طلب. ها نخص على اللمشه الثانيه. ها الو. اهلا 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 اهلا. ازيك يا راجل يا طيب؟ الحمد لله انا صحتي كويسه قوي. مبسوط وهبسطك كمان يا سيدي. انا اصل عندي مفاجاه جميله قوي ليك. انا لقيت نور. والله العظيم لقيتها. مش مصدق؟ لا 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 ما تجيش دلوقتي، انا واخري وانت صحتك على قدك. يا راجل استنى للصبح. طب خلاص ما انتش قادر تستنى، احنا مستنيينك بس ما تتاخرش. عارف انها روح قلبك. مع الف سلامه. مين اللي جاي لنا بيه؟ لا دي مفاجاه النور. مفاجاه ايه يا بابا؟ مفاجاه هتفرحك قوي يا بنتي. ايه ده انت هتخرج في الوقت المتاخر ده؟ ايوه عندي مشوار مهم. مشوار؟ مشوار فين؟ ده انت حتى ما بتروحش العياده، تبقى رايح فين؟ يعني هعدي على الشباب شويه. هروح اقعد معاها. هتعدي على الشباب ولا تلعب معاها هو والشله؟ احلى حاجه فيكي انك بتفهميني من غير ما اتكلم. انا فهماك يا حبيبي من اول يوم شفتك فيه. خلاص بما انك فهماني قوي كده اديني 5000 جنيه. هتلعب بيهم؟ يعني هنتسلى شوية. شوف يا حسام، أنا اتجوزتك عشان أنت عجبتني، وبصراحة حسيت إني ممكن أحبك. وحبيتيني ولا لأ؟ حبيتك وما أنكرش إني حبيتك، بس جوازي منك حاجة وفلوسي حاجة تانية. جوازك ليا حاجة وفلوسك حاجة تانية. سلام. لحد كده نخش على اللب بقى ولا على السوداني. انما انا جايب ربع خشاب يا برهان بيه. انما ايه حكايه؟ امسك. امسك ايه يا ابني؟ اذا كنت انا مانيش قادر امص قصب هأزأز لب خشابي. يبقى الحرنكش مفيش غيره. انا مانيش فاهم انت بتجيب الحاجات منين. انما انا وقعت على حته محنصه يا برهان بيه حكايه. طب قوم بقى هات الحرنكش يا امين. حاضر. فجأة وصلت. أهلاً يا راجل يا طيب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا مسعود؟ الحمد لله، ألف حمد لله على سلامة الهاني. والله أول ما قلت لي إنها رجعت ما قدرت أستحمل أستنى لحد الصبح، وقلت لازم أجي عشان أشوفها. نورت بيتك يا هاني. يا نور. عرفتي مين ده؟ مش واخده بالي يا بابي. مش واخده بالك؟ مش واخده بالك ده ايه؟ مش واخده بالك من الراجل اللي كان بيلاعبك لما الباشا كان بيروح الشغل؟ والنبي ما قادره افتكر. طب هو مين حضرتك؟ مين حضرتك ده ايه؟ ده انت ياما عملتها على هدومي وانت صغيره.
ده بقى يا ستي يا عمك مسعود ده اللي ربكي وانت عيله صغيره وكنت وانت نونو قد كده اهو تدعي له تقولي له يا معود يا معود. امال فين امين؟ راح يجيب الحرنكش. انا نفسي اشرب كوبايه شاي. انا هخلي امين يعمل لنا كوبايتين شاي مظبوطين قوي. امين؟ مين امين ده يا بيه؟ ده بني ادم طيب قوي ما يتخيرش عنك. وبعدين هو السبب بقى في رجوع نور. اذا كان كده يبقى يشكر. اتفضل يا باشا. اما انت بقى يا غاليه يا بنت الغاليين انا مش هسيبك الا لما افكرك بكل حاجه. ايه ده؟ مالك يا امين؟ معلش يا بيه يا زهر العود كان فيه عقله مسوسه رصاصه سنان يا بيه. لا سلامتك سلامتك. طب تعالى سلم على مسعود. نار عيد يا بيه نار عيد. ده داء اللي ربى نور. معلش يا بيه معلش يا بيه هبقى اسلم عليه وقت تاني يعني لما يجي ان شاء الله مره تانية. يا بيه طيب براحتك يا بيه براحتك. نار عيد يا بيه درس طار يا بيه درس طار. اللي جابك دلوقتي يا مسعود اللي جابك دلوقتي يا مسعود اللي جابك دلوقتي يا مسعود اظن نور افتكرتك. طبعا يا باشا طبعا طبعا افتكرت. امال ايه؟ استاذن انا يا بيه بقى. تستاذن ايه؟ انت عايز تقعد معانا يا راجل؟ ده انت المفروض تقعد لك اسبوع اسبوعين حلاوه رجوع نور. اهل ايام جايه كتير يا برهان بيه. الحمد لله على السلامه يا هادي. الله يسلمك برهان بيه. انا عاوزك. تفضل يا تفضل. خير يا مسعود؟ البنت مش فاكراني خالص. يا راجل وحكون الحكايه دي وزعلاك. انا مش زعلان انا بس عايز اسالك انت متاكد ان اللي جوه دي هي بنتك نور؟ الله انت هتشككني انت كمان ولا ايه؟ انا كمان؟ هو في حد غيري قال لك حاجه؟ ولاد عمي بس ما انت عارفهم طمعانين فيا ونفسهم اني ما الاقيش بنتي. ما فيهاش حاجة برضه يا برهان بيه لما نتأكد إنها بنتك. أصل بصراحة يعني عدم المؤاخذة ما تزعلش مني. أنا كنت بقعد معاها أكتر منك أنت والمرحوم الله يرحمه. أنت كده قلقتني أوي يا مسعود. طب ما فيش طريقة يعني نتأكد بيها إن دي بنتك؟ هو حسام مرة كان قال لي إنه في تحليل يبين إذا كانت دي بنتي ولا لأ. يبقى نتوكل على الله ونعمل التحليل ده. بابا معلش يا بنتي انا لقيت نور اوضتك منور وقلت اجي اطمن عليكي. هو في حاجه؟ لا يا بنتي مفيش حاجه. ممكن ادخل؟ طبعا اتفضل. شفتي انت منوره اوضتك ازاي؟ بسم الله ما شاء الله انت رتبتيها وهضبطيها. طب ايه رايك كده مش بقت احلى؟ لقيت كده كل حاجه كده متبعتره في كل مكان قلت المها. او ماله يا حبيبتي اعملي اللي انت عايزاه. بس قولي لي انت زي ما افتكرتيش عمك مسعود ده خالص كده؟ والنبي يا بابا ما فاكراه. تعرف ان الراجل زعل قوي وخد على خاطره. ويزعل ليه يعني؟ لا هو من حقه انه يزعل. ده هو برضه اللي مربيكي. ده كان بالنسبه لك اهم مني. لكن يلا بقى يخبط دماغه في الحيط. ما هو انت كنت لسه عيلة صغيرة هتفتكر ايه ولا ايه؟ شايفة صورة مامتك؟ بيتهيألي انها حاسة بينا دلوقتي سعيدة ومبسوطة ان احنا اتجمعنا تاني مع بعض. الله يرحمها يا بابا. الله يرحمها. طيب سيبك بقى تنامي. على فكرة جهزي نفسك علشان بكرة نروح المستشفى. مستشفى ليه يا بابا؟ عايز اطمن عليك يا بنتي. نعمل شوية تحاليل كده. اصل
خايف يكون عندك انيميا ولا حاجه. جدع يعني الجن ده شكله كده ما كانش بياكلك كويس. يلا تصبحي على خير. وانت من اهل يا بابا. يا سلامة وكشفنا الراجل لسه خارج من الأوضة عندي حالا. هو مسعود الكلب؟ ما انت ما قلتليش يا اخويا مين مسعود ده. مسعود ده ما جاش في دماغي خالص. يعني قلتلي كل حاجة وجات على دي يا سلامة. ما هم زي ما بيقولوا كده المجرم لازم يسيب وراها غلطة تكشفه. يعني احنا اتكشفنا؟ لا لا ما اتكشفناش. هو وعدنا بكرة يوديني البنك ويديني الفلوس، ناخد الفلوس وانا وانت فص ملح وداب. يا اخويا ده قال هياخدني بكرة على المستشفى. هو قال كده؟ ايوه قال لي كده. يا نهار اسود. طب بقول لك ايه، اطلعي انت دلوقتي، اطلعي انت دلوقتي اللي احس بحاجه. اطلعي. ماشي يا سلام. يا سفله برهان بيه. برهان بيه برهان بيه برهان بيه. يا اخويا انت بتعمل ايه؟ يلا سيبه يموت، يلا اطلعي لما حد في وخزي من هنا. برهان بيه برهان بيه برهان بيه. ما كنا قعدنا في البيت احسن، وأول مرة كنا لعبنا وتسلينا. ماليش نفس. مالكش نفس تلعب ولا مالكش نفس تتسلى ولا معكش فلوس؟ ما بلاش رخامة بقى يا شهاب. وبلاش رخامة ليه؟ ما هو طول عمره رخم. انا برضو انت اللي بقيت كئيب. انا معرفش يا ابني ايه اللي جرالك. مش عارف يا اخي، شكل كده حسبتها غلط. حسبت ايه يا حسام؟ الجوازه اللي كان متصاربة عليها. قلت لك واحده واحده وخليك تقيل. والله يا اخي انت اللي دمك تقيل ورخم، ولو فضلت كده هسيبك وام وامشي. لا لا خلاص خلاص يا سيدي. قول لي بقى، ما جبتش المدام تسهر معانا ليه؟ المدام تسهر معايا؟ دي اصلا مش عايزاني اخرج اسهر بره. انا متهيألي كده عايزاني ارجع من العياده ولا ارجع من الشغل شايل البطيخه انا وهي، نقعد نتفرج قدام التلفزيون والازاز لب. لا دي بقت حاجه صعبه قوي. لا 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 ايه، لا ما تصدقيش اللي هو بيقوله ده. طبعا حسام بيحب مراته، بس هو كان عايز حاجه منها تانية غير الحب، بس الظاهر انها طلعت نصحه قوي. صح، هي نصحه وانت رخم. سلام. ليه كده يا شهاب؟ اهو زعل منك. لا زعل ولا حاجه،
انا بكره بقى اكلمه، كفايه اللي هو فيه. طب قولي بقى يا رويتر، ايه بقى الحاجه التانيه اللي حسام عرف مراته عشانها غير الحب؟ شوفي يا امير، حسام لما شاف سوزي عجبه جمالها، لكن لما عرف انها سوزي الجوهري عجبه اسمها وفلوسها، وظهر ان كل حساباته طلعت غلط. بس اللي انا عارفاه عن حسام ان عمره ما يجري ورا واحده ست عشان فلوسها. ما انا قلت لك مش فلوسها بس. سلامه يا سلامه، ازيك يا سلامه؟ حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عم الشيخ حسان. مالك يا سلامه، شكلك مش مبسوط. لا لا مفيش حاجه يا حب، مفيش حاجه. انا عرفت انك رجعت من كام يوم، طلعت عشان اطل عليك ما لقيتكش ولقيت الهلاس. هو انت ما توفقتش في شغلانه شرم الشيخ؟ لا ما توفقتش فيها، الحمد لله اني ما توفقتش. الحمد لله انك ما توفقتش؟ ده ايه الالغاز دي؟ مالك يا ابني ما تقولي. هبقى احكي لك عم الشيخ بعد اذنك. اها، حصل له ايه الولد ده؟ انا خايف عليه ليكون رجع لطريق الشيطان تاني. انكشفته ازاي يا سلامة؟ تعرفت منين؟ عزة كلمتني وقالت لي. يا ماهر، يا ماهر، الراجل خلاص كان هيديني الفلوس الصبح لولا زيارة مسعود. انت ظبطت كل حاجة ونسيت موضوع مسعود ده؟ المهم دلوقتي الراجل هيوديني في داهية. لا ما تقلقش، خليه يدور على امين براحته. المشكلة دلوقتي في منير والهلاس. الهلاس ملوش عند حاجة. طب ومنير؟ يخبط دماغه في الحيطة. يعني ايه يخبط دماغه في الحيطة؟ انت ناس انك ماضي له وصل امانة ب 20,000 جنيه. والعمل يا ماهر؟ عمل ايه بقى؟ اذا كان على عزة انا اقدر عليها، اسمها برضو بنت اختي، واختي وجوزها حراضيهم بقرشين، والفلوس اللي دفعناها في المدفن وصاب القهوة هشيلها كلها لوحدي. نرجع لمرجوعنا، المشكلة دلوقتي في منير. انا عارف انه واطي وقليل الاصل، ممكن يودي وصل الامانة النيابة. بقولك ايه، انا بايع الليلة دي كلها. المشكلة دلوقتي ان انا خايف على الراجل اللي اسمه برهام بيه ده ترجع يحصل له حاجة. ما تقلقش ان شاء الله خير، انا همشي. لو احتجت لأي حاجة كلمني على الموبايل. ما اعرفش اي حاجه. تعرفش ايه؟ مش انت اللي كلمتنا وقلت انه تعبان، ازاي ما تعرفش؟ يا جماعه قلت لكم ما اعرفش اي حاجه، كل اللي اعرفه بس ان الدكتور شفيق قال ان برهام تعبان اول مره دي، واحتمال يعني كده ما يكملش. انا مش قادره افهم، كان كويس قوي من يومين، وبعدين فين نور؟ صحيح، فين البنت والواد كمان اللي بيشتغل معاه؟ اقسم بالله العظيم ما اعرف اي حاجه، انا جيت ما لقيتش اي حد. خلاص خلاص، قول لي الدكتور شفيق قال لك ايه؟ يعني فعلا قال لك انه مش هيكمل؟ يا كامل، دكتور شفيق عندي فوق، لما هينزل بسالوه. خلاص خلاص، متهيألي يا زهيرة انه لما اكتشف ان البنت دي مش بنته جات له الازمة. يبقى فعلا مش هيكمل. قول يا رب. يا رب.
الحمد لله على السلامة. سلامة يومين جوا الأوضة ما خرجتش ولا تسأل عن صاحبك وحبيبك الهلاس. عايز ايه هلاس؟ من حق أفهم. من كام يوم جيت ومضيت على وصل أمانة وقلت لنا فلوسكوا هترجع لكم، ولما هجمنا على الفيلا لقيناك هناك، وانت اللي قايل لنا خلاص انسوا موضوع الفيلا، وبعد كده جيت الأوضة وقافل على روحك. ايه اللي بتعمله من وراه يا سلامة؟ وانت مالك يا علاس؟ لا مالي ونص. انت ناسي في بيننا حساب. حساب؟ يكونش كنا شركة في تاكسي وانا مش واخد بالي. مالكش حاجة عندي يا هلاس؟ صح عندك حاجة. انا مليش عندك حاجة، بس في غيري ليه. منير انت ما تعرفوش ازاي؟ ده بيحب القرش احسن من ابوه. ولا يفرق معاي ويعمل اللي هو عايزه. انا خايف عليك يا سلام. منير ده ممكن يوديك السجن. مش مشكلة، أنا غلطت وأستاهل كل اللي يجرالي. أنت حر، قد أعذر من أنظر، بس ما تجيليش بعد كده ندمان وتقول لي يا ريت اللي جرى مكان. في إيه يا سلامة؟ حصل إيه يا ابني؟ أنا ياما قلت له الحرام ما ينفعش، لكن إيه، لا حياة لمن تنادي ولا حياة مع اليأس. ما تقلقش يا سلامة، بكرة هجيب لك المحامي واجيلك. يا سلام على المحبة، يا سلام على المحبة، فعلا إن الله يحب الناس كويسين مع بعض. يا سلام، ربنا يرجعهولنا بألف سلامة. يلا يا ابني أنت وهو، يلا هي لما، الله، عقبال كنتوا كمان، أعوذ بالله. ألو، أيوه. ايوه انا مسعود. مين؟ دكتور شفيق؟ خير يا دكتور؟ برهان بيه؟ ماله؟ طيب انا جاي حالا. مع السلامه، مع السلامه. استر يا رب، استر يا رب، بعد اذنك يا شيخ حسان. خير يا كابتن برهان بيه؟ ماله؟ تعال احنا ما نعرفش اي حاجه. استرها يا رب، النبي تسترها يا رب، استرها يا رب. اهدى يا مسعود، الدكتور شفيق معاه فوق، ان شاء الله لما ينزل من عنده هيطمنا. طب فين نور بنته والواد ده اللي كان بيشتغل معاه؟ اختفوا هم كمان، ما نعرفش عنهم اي حاجه. اختفوا؟ يبقى اكيد حس انها مش بنته. يعني انت كمان كنت شاكك يا عم مسعود انها مش بنته؟ ما اعرفش يا ست زهير، ما اعرفش، بس الحقيقة يعني أنا من أول ما شفت البنت دي ما ارتحت لهاش. خير يا دكتور شفيق، طمنا إليها ربنا يطمنك. برهام بيناله. كويس إنك جيت يا عم مسعود. برهام حالته حرجة جدا. أنا سايبه نايم دلوقتي ومن هنا للصبح ربنا يستر. خير يا دكتور، هو تعبان قوي كده؟ القلب كان شبه متوقف والنبض كان واطي جدا. ربنا يستر. تعال يا حسام، هات العلاج ده وتديله منه كل ساعتين، مفهوم؟ حاضر يا دكتور. انا همشي دلوقتي، لو حصل اي حاجه يبقوا كلموني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعمل لي قهوه مسعود. وانا كمان قهوه ساده. انا هروح اجيب الدواء. دواء ايه اللي انت رايح تجيبه؟ الدكتور بيقول ان القلب واقف. يعني خلاص؟ يعني خلاص برهام لازم يستريح. ايوه يا جماعه، بس يعني. بس ايه يا حسام؟ الله يا اخي، انا مهدد بالسجن وبرهام هو الامل الوحيد بالنسبه لي. ايوه، وانا عايز اشتغل شغل على كبير، كفايه الطنقيط اللي بعمله ده. تعال يا حسام، تعال الله يهديك، اقعد. الموضوع خلاص، وامشي الدكتور قال مش هيطلع عليه الصبح. ايوه يا كامل. يبقى خلاص. هو فاضل قد ايه على الصبح يا زهير؟ لا حول ولا قوة الا بالله. قادر ربنا ينجيك يا برهان بيه.
بعدين بقى ده نايم ده ولا بيصطاد تعابين؟ انت يا عم الرفاعي، يا عم الرفاعي اصحى. ايه ده؟ احنا فين؟ احنا في ابو رواش. طب صحيتني ليه؟ صحيتك قبل ما تلدعك حيه ولا حاجه. يا ترى هتروح على فين؟ ادي العلم دلوقتي. قول لي تهمتك ايه وانا اقول لك هتروح على فين. سرقه بالاكراه. سرقه بالاكراه؟ يبقى تروح ابو زعم يا واد المطرون. طب انا خد فراح على فين؟ انت حسب سكنك، انت منين يا واد؟ انا من اسكندريه. اسكندريه يبقى تروح السجن العبريه. طب والنبي شوف لنا حياس السلاح يروح فين؟ انت تروح قناه الرجال. بسم الله ما شاء الله. ده انت ولا مكتب التنسيق. طب ما تقول لي تهمتك ايه وانا اقول لك هتروح على فين. انا عارف الرايح على فين. انا طالع طره. طره؟ يا بختك. يا بختي، وانا بقول لك انا طالع حج رايح طره. طره؟ طره دي احلى من الخليج. طيب يا اخوي، ربنا وعدك بتأبيده. امين يا رب. بس بقى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. سعود انت جيت خليك جنبي. ما تسيبنيش. سيبك سيبك ده يا برهان بيه. طبعا مش هسيبك، ربنا بس هو اللي يعلم انت غالي عندي قد ايه. وانت كمان يا سعود، وانت كمان. كامل اصحى يا كامل. ايه 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 في يا زهير؟ ايه حصل ولا ايه؟ ما اعرفش. ما تصحي حسام، خليه يشوف خلصنا ولا لسه. حسام، حسام. ايوه كامل، في حاجه؟ ما تطلع يا ابني تطمن، لا يكون الراجل ده جرى له حاجه واحنا قاعدين كده. يا كامل، عم مسعود معاه فوق، ولو في اي حاجه هينزل يقول لنا. اهدوا بقى. هو عم مسعود دكتور؟ ممكن يكون مات وهو قاعد جنبه. برهان، على اقل من مهلك يا باشا. الف سلامه. حمد لله على السلامه يا برهان باشا. الف 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 سلامه. سلام عبد الجلال، تعالى ليك زياره. تمام يا فندم. تعالى سلام ليك زياره، هسيبكم مع بعض. خليك على باب العسكري. شده وتزول يا سلام. متشكر يا باشا حسام. مش عارف اقول لك ايه، كل يوم بتثبت لنا الدنيا لسه في الاخير. ما تقولش كده يا سلام، ان شاء الله خير. ما تتعبش نفسك يا عم الشيخ. انا غلطت ولازم اخد جزائي. وانا عاوزك تاخد جزائك بس بالعدل. عشان كده أنا جايب لك معايا الأستاذ جد الله فتح الباب المحامي عشان يجيب لك حكم مخفف. يا نهار اسود. بقول لك يا شيخ حسان، هو مش كبير في السن شوية؟ كبير ده إيه؟ اتفرج عليه في المحكمة وشوف هيعمل إيه في أول جلسة. ده إذا فضل عايش لأول جلسة. يا راجل، ده بسم الله ما شاء الله عليه. وبعدين ده كل القضاة والمستشارين يعرفوه ويعملوا له ألف حساب. اكيد بيخاف يطلعوا احكام يعني الزعالي يعني يروح فيها ومش لزم. المهم يا سلام يا ابني، انا اطلعت على المحضر وان شاء الله ان شاء الله هناخد حكم من اول جلسه. طبعا من اول جلسه، لان يعني تاني جلسه عمر بيت الباب. يقول لك يا شيخ حسان، انا عايز اروح اعدي على الدكتور لحسن حاسس بنخسه شديده قوي في قلبي. طب يلا 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 نتكلم في المحكمه يا سلام. يلا. بقول لك يا شيخ حسان، نعم، ما تجيب لنا محامي تاني احتياطي عشان الاستاذ فتحي الباب
شكله مش هيكمل معانا. الواحد حاسس انه طلع خميس وجمعه ورجع تاني. استلم يا احتياطي. ماشي يا اساسي.